السلام عليكم، مرحبا على قناتي اما كويزين. كنتمنى تكونوا مزيانين في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله اختي اسراء غادي تحضر معكم واحد العصير بالحليب والحامض، كيجي رائع والقوام ديالو كريمي وكيجي منعش. نتمنى ينال اعجابكم وتاكلوا اول مره غادي تشوفوا القناه ديالنا. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاشعارات باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، ولايك اذا عجبكم الفيديو وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير، احتاجوا نصف لتر من الحليب، علبه ياغورت، واحد كيس فاني، كاس من السكر، نصف كاس من عصير الليمون او عصير الحامض، وجوج فرماجات. بالنسبه لطريقه التحضير، غادي نضيفوا جميع المكونات في واحد الاناء وغادي نطحنوه مزيان، وهكا كيكون وجد لنا العصير ديالنا.